بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أنا دكتور محمد أبو الطيب، ألتقي وياكم في محاضرة مخصصة لعرض مفهوم مهم من مفاهيم الطاقة الشمسية، وهو الماكسيموم باور بوينت والماكسيموم باور بوينت تراكر. ماكسيموم باور بوينت بالعربي معناها نقطة الطاقة القصوى أو نقطة الاستطاعة العظمى، هو مفهوم مهم وأساسي في كثير من تطبيقات منظومات الألواح الشمسية السولار بي في سيستمز. اللي دفعني لهذه المحاضرة مجموعة من الأسئلة جاءتني من أخواني وأصدقائي وطلابي حول تعريف الـ MPPT وما يعني من الناحية العملية وكيف يمكن توظيفه في عمل المنظومات. وقد أجلت الإجابة عن هذه الأسئلة إلى أن أنهي موضوع السايزنج، لأن موضوع السايزنج موضوع أساسي ورئيسي، واللي هو بالحقيقة يهم أغلب الناس اللي مشتغلين بهذا الموضوع أو الطامحين للدخول إليه. في منظومات التوليد التقليدية يتم تحديد كل من الفولتية والتيار الناتج من عمل هذه المنظومات بشكل ثابت تقريبا في ضوء القدرة المعدة لعمل المنظومات ومواصفاتها، وغالبا ما يكون تأثر إنتاجية هذه المنظومات بالعوامل الجوية والأنوائية قليل ومحسوس بشكل جزئي نسبة إلى القدرة الكلية. لكن في عمل منظومات الطاقة الشمسية الأمر مختلف، هي منظومات تستخدم المصادر الطبيعية كضوء الشمس وحركة الرياح بشكل مباشر، لذلك فهي تتأثر بأي تغيير يحصل في هذه المصادر بشكل مباشر أيضا. يوضح الشكل اللي أمامكم تغير شدة الإشعاع الشمسي بنوعيه النورمال والديفيوز مع تغير درجات الحرارة لمدة سنة. تشوفون هنا أنه شدة الإشعاع الشمسي تزايد في أشهر الصيف وكذلك تزايد درجات الحرارة. للوهلة الأولى قد الواحد يتصور أن زيادة الإشعاع الشمسي هنا معناته زيادة في إنتاجية المنظومات الخلايا الشمسية. طبعا هي أكيد راح تزيد الإنتاجية، لكن في المقابل ارتفاع درجات الحرارة يؤدي أيضا إلى تدهور نسبي واضح في أداء منظومات الخلايا الشمسية، لأن منظومات الخلايا الشمسية تتأثر كثيرا بارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي راح نشهد انخفاض في إنتاجية هذه المنظومات نتيجة لارتفاع درجات الحرارة. ومن هنا تنشأ أولى مشاكل استخدام الألواح الشمسية في إنتاج الطاقة الكهربائية، وهي مشكلة تأثرها بدرجات الحرارة. المشكلة الثانية اللي ترافق إنتاج الطاقة من الألواح الشمسية هي أنه علاقة التيار مع الفولتية المنتجة علاقة غير خطية، وهي علاقة نسبيا معقدة. مثل ما تشوفون عندي استقرار في إنتاجية التيار ثم هبوط إلى أن أصل إلى قيمة صفرية للتيار المنتج، ويطلب تحديدها إجراء قياسات عملية أو حسابات نظرية اعتمادا على خصائص مادة شبه الموصل للسيمي كوندكتر وتركيبة البلوري لتحديدها نظريا. يوضح الشكل منحنى الاي في كاركترستكس اللي حصله الى خلية شمسية. سألت بتعريفي للاي شور سيركت اللي هو القيمة العظمى اللي تنتجها خلية بدون حمل انعدام المقاومة، وايضا الفي او سي اللي هي اوبن سيركت فولتج اللي هي تعرف على انها اعظم فولتية للوح بدون وجود تيار، قيمة صفرية للتيار. بين هاتين القيمتين اجد دائما الفي ماكسيمم اللي تعرف دائما ب VMP او VM او V ماكسيمم اللي يقصد بها اقصى جهد اقدر احصله من اللوح، وايضا الـ IMP او I ماكسيمم او IM اللي يقصد به اعلى قيمة تيار احصله من اللوح بوجود الحمل. الان علي ان القي النقطة اللي تعطيني اعظم قدرة منتجة من اللوح، وهي طبعا هي حاصل ضرب الكرنت في الفولتي. مثل ما تشوفون هنا أنا عندي ثلاث مستطيلات انبنت على أساس اختياري لنقطة على منحنى IV كاركترستيك، فالنقطة A والنقطة B والماكسيموم باور بوينت. الماكسيموم باور بوينت هنا تمثل لي أعظم مساحة ممكن أحصل عليها، بينما البوينت A تعطيني صح تعطيني مساحة لكنها ليست الأعظم، وكذلك النقطة B. ومن هنا تبرز مشكلة شلون نحدد القدرة الأكبر. لو قلنا أن أكبر قدرة يمكن الحصول عليها من اللوح عندما يكون التيار أعظم ما يمكن، فالحقيقة أن التيار يكون أعظم ما يمكن لما تكون الفولتية صفر بهذه المنطقة، فعليه ستكون القدرة صفر. ولو قلنا أن أعظم قيمة حصل عليها لما تكون الفولتية أعلى ما يمكن، أيضا راح أحصل على قدرة صفرية لأنه قيمة التيار هنا هو صفر. فعليه أن ألقي طريقة أعثر بها على نقطة على هذا المنحني تعطيني أعظم قدرة ممكنة، وأيضا هذا الشكل يوضح لي النقطة اللي تحدثت عليها. فلو أخذت هاي المساحة، نشوف هاي المساحة بما أنه الفولتية هنا هي أقل من V ماكسيموم،
فما تكون هذه المساحه هي اكبر مساحه اقدر احصلها، بمعنى انه ما تكون هي على قدره احصلها. ونفس الشيء هنا، الفولتيه عبرت الفي ماكسيموم ما راح تساوي لي اعظم قدره احصلها، وانما اقل من القدره العظمى اللي ممكن اتوقعها. يريني هذا الشكل علاقه القدره المنتجه مع الجهد للخليه مع التيار. من هذا الشكل نستطيع استنباط النقطه اللي تعطيني اعظم قدره منتجه من اللوح، وعليه اعرف في ماكسيموم والاي ماكسيموم اللي تقابل لي هاي النقطه على منحنى الاي في كاركترستكس. في العاده تحدد قيم اي ماكسيموم وفي ماكسيموم بناء على الاختبارات اللي تجرى على الالواح المنتجه في ظروف عمل قياسية اللي هي تقابل لي 1000 واط على المتر سكوير في درجة حرارة 25 وإير ماس 1.5. ولو تراجعون الداتا شيت للألواح الشمسية المتوفرة بالسوق راح تشوفون نوعين من البيانات. نوع جرافيكس عبارة عن خطوط ومنحنيات يراويني تغير القدرة المنتجة والتيار المنتج للوح الشمسي في عدة شدد إشعاع شمسي. فطبعا نبتدئ بالألف واط اللي هي الستاندر، فتشوفون بالألف واط على المتر سكوير هذا منحنى التيار وهذا منحنى الباور، ثم نزولا الى القيم الاقل فالاقل الى ان ننتهي بالقيمه الدنيا اللي يشتغل بها اللوح. وايضا تلقون قيم مجدوله في جدول، ونشوف هذا الجدول الماكسيمم باور اللي نحصل عليها والماكسيمم فولتج اللي نحصل عليها والماكسيمم كرنت اللي نحصل عليها، الفي اوبن سيركت والاي شورت سيركت لكل لوح. بس ارجع اقول انه هاي القيم فقط محدده ب 25 مئوي و 1000 واط على متر سكوير اير ماس 1.5. مع تبدل ظروف الاشعاع وشده حراره الجو اللي يعمل بها اللوح تتغير ايضا مواقع هذه القيم على منحنيات الاي في والبي في. اذا استطعنا تحديد الماكسيمم باور بوينت فمن عندها راح اعرف كميه جدا مهمه واستخدمها في حساباتي بشكل كبير، هو الفيل فاكتور، المساحه او القدره المنتجه من اللوح عند الماكسيمم باور بوينت، واللي يمثل اياها مستطيل الازرق امامكم، بينما المنطقه الخضراء اللي خلفه تمثل لي الماكسيمم باور النظريه او القيمه اللي محسوبه بشكل نظري ينتجها اللوح. الان الفيل فاكتور هو بالحقيقه قسمه ما احصل عليه عمليا اللي هو ماكسيمم باور بوينت على قيمه الباور النظريه اللي احصلها من اللوح، وهي الكميه جدا مهمه في حساباتي الى كفاءه المنظومه اللي دا اعمل عليها. فنشوف مع تغير شده الاشعاع الشمسي مثلا منحنى التيار مع الفولتيه ينزل، وهذا يقابل لي قيمه اقل للفيل فاكتور، وبالتالي يقابل لي قدره منتجه اقل. اقدر من خلال تعريفي للفيل فاكتور استخدم هاي العلاقات في حسابي لكفاءه عمل المنظومه. فالبي ماكسيموم اللي ينتجها اللوح هي حاصل ضرب الفي او سي في اي شورت سيركت في الفيل فاكتور، ومن ثم تعرف الكفاءه بقيمه البي ماكسيموم على البي ان او الباور اللي ساقطه على اللوح الشمسي. تتاثر قيم الام بي بي وبالتالي الفيل فاكتور بشكل كبير بمعامل الحراره والاشعاع الشمسي. ويرينا شكل مقدار التغير بفي اوبن سيركت عندما ترتفع درجات الحراره. هنا نشوف تناقص واضح لقيم الفي او سي مع ارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي راح تتغير لي قيمة الماكسيمم باور بوينت، ومن ثم ايضا راح يأثر لي هذا على انتاجية المنظومة مالك. لذلك فان احسن مناطق لاستخدام الالواح الشمسية هي المناطق الباردة نسبيا، لان انتاجية اللوح هناك ستكون مستقرة اكثر بكثير مما نراه في مناطقنا. مع انخفاض الاشعاع الشمسي تتغير قيمة التيار المنتج من اللوح بشكل كبير، وهذا عكس التصرف اللي شفناه بدرجات الحرارة. في درجات الحرارة مع زيادة درجات الحرارة تنخفض قيمة فولتية بشكل كبير مع ازدياد صغير لقيمة التيار. هنا نشوف انه التغير هو تغير طفيف في الفولتية، بينما تغير مهم ومؤثر وواضح بشكل جلي في التيار. مثل ما تشوفون هاي قيمة الخط الأسود هو قيمة الاي في كاركترستيك عندما يكون شدة اشعاع ساقط 1000 واط على متر سكوير، بينما الخط الجوزي هو 800 والخط الرصاصي هو 500 واط على متر سكوير. فتشوفون انخفاض واضح، وطبعا هذا ايضا يرافق انخفاض في القدرة المنتجة. وهذا شكل منحنى الباور فولتج للوح الشمسي. نشوف انه عند شدة اشعاع شمسي مقدارها 1000 واط على متر سكوير يكون منحنى الباور بهالشكل، بينما لما تنخفض القيمة
الى 750 واط يكون هذا شكله، و 500 واط هذا شكله، ونلاحظ انه مع انخفاض شده الاشعاع الشمسي تنخفض قيمه الماكسيموم باور بوينت. النتائج اللي اراويكم اياها الان نتائج منشوره لبحث اعده احد الاشخاص، فتشوفون هنا الحسابات تراويني كيف يتغير التيار المنتج مع الفولتيه لشده اشعاع شمسي مختلفه، وهنا يراويني تغير الباور لشده اشعاع شمسي مختلف، بينما يراويني هذا الشكل تغير التيار مع الفولتيه في ظل تغير درجه الحراره اللي يتعرض لها اللوح الشمسي، وهنا اشوف تغير الباور مع الفولتيه لنفس درجات الحراره. من هذا الشكل اقدر اشوف مدى التدهور اللي يحصل في الماكسيموم باور بوينت عند ارتفاع درجات الحراره، وبالتالي تدهور قيمه الانتاجيه اللي نتوقعها من عمل مثل هكذا لوح. المشكله الثانيه اللي تواجهني هي مشكله الشيدنج او الظلال. في حاله الظلال تشوه تماما اشكال الكرنت ويا الجهد وقدرة المنتجة مع الجهد. فمن الأمور المهمة التي تؤثر بشكل كبير على إنتاجية اللوح الشمسي وجود الظلال على جزء من اللوح، واللي تنتج عن حجب جزء من ضوء الشمس عن اللوح بفعل عوامل كثيرة كالأشجار والأبنية والمداخن والأعمدة. تؤدي هذه الظلال إلى خفض إنتاجية اللوح بشكل كبير. أما كيف يحدث هذا فهو ما توضحه الأشكال التالية. نشوف هنا اللون الأحمر هو لعلاقة القدرة مع الفولتية في حالة تعرض اللوح إلى الإشعاع الشمسي بشكل طبيعي، بينما نشوف اللون الأزرق حالة تعرض اللوح إلى إشعاع ولكن بشكل جزئي بسبب وجود الشيدينج. هنا نشوف شلون تشوه منحنى القدرة مع الفولتية بحيث نشأت لي سكندري ماكسيموم إضافة إلى الماكسيموم بوينت الأولى، بينما الجزء الأخضر يراويني شدة القدرة المنتجة لنفس اللوح ولكن بوجود الغيوم. وهذا الشكل يراويني تغير التيار المنتج مع الفولتية بوجود الظلال أيضا، مثل ما تشوفون الشكل شلون هنا شوه شكل التيار مقارنة بشكل التيار الطبيعي اللي هو باللون الأحمر. وهذه أشكال أخرى إلى قياسات عملية لمدى التشوه الناتج بسبب وجود الظلال على جزء من منظومة شمسية شغال. وطبعا هذا كله راح ينعكس بالأخير على الفيل فاكتور ومن ثم على القدرة المنتجة. وهذا الشكل يراويني التشوه في منحنى التيار مع الفولتية عندما تتعرض خلية من خلايا اللوح إلى الظل بنسبة 50% ووصولا إلى تعرض خليتين بنسبة 100% إلى الظل. فتشوفون هنا أنه البيهيفير تبدل بالكامل، هنا أصبح خط منتظم لينير بيهيفير مع انعدام وجود القمة. الآن السؤال شلون نقدر نصل إلى قيمة الماكسيموم باور بوينت؟ هناك مجموعة كبيرة من الخوارزميات الالجوريثمز اللي ممكن نستخدمها للعثور على هذه النقطة. الآن راح أعرض إلى خوارزميتين تو الجوريثمز ممكن الواحد يستخدمها في العثور على هذه النقطة، واللي بالحقيقة الكثير من الماكسيموم باور بوينت تراكر تستخدمها للعثور على هذه النقطة. أولها هو البرتب بثود اللي مبني على فكرة كلش بسيطة. أقسم منطقة الباور مالتي إلى قسمين من خلال الماكسيموم باور بوينت. الجزء الأيسر قيمة القدرة عندي تتزايد مع الزيادة الفولتية، بينما الجزء اليمين قيمة القدرة تتناقص مع الزيادة الفولتية. فعلي في كل نقطة أسأل نفسي هل قيمة القدرة زادت أم نقصت مع الزيادة الفولتية، إلى أن أصل إلى النقطة اللي يزايد ثم بعدها يصبح نقصان، فأرجع خطوة وأقول إنه أنا عثرت على الماكسيموم باور بوينت اللي أنا أحتاجه. الطريقة الثانية تستخدم الجوريثم معقد نسبيا مبني على فكرة المشتقة. أيضا تقسم منحنى القدرة مع الفولتية إلى منطقتين. في المنطقة الأولى تكون قيمة المشتقات القدرة نسبة إلى الفولتية موجبة وأكبر من صفر، في حين تكون قيمة المشتقة القدرة نسبة إلى الجهد في المنطقة الثانية أقل من الصفر، وتكون قيمة المشتقة تساوي صفر في نقطة الماكسيموم باور بوينت. وهذا طبيعي لأنه من التعريف هي منطقة قيمة عظمى أو قيمة قصوى، وهذا معناته أنه قيمة المشتقة في هذه النقطة تساوي صفر، فيتم بناء الالجوريثم لحساب النقطة اللي تكون بها قيمة المشتقة صفر. فإذا ما تم العثور على هذه النقطة سيتم احتسابها كنقطة ماكسيموم باور بوينت، وسيتم استخدام الفرق الجهد المسجل عدها لغرض إنتاج الطاقة من اللوح الشمسي. المخطط التالي يراويني مخطط بسيط لبناء ماكسيموم باور بوينت تراكر. الفكرة اللي يعتمدها فكرة بسيطة، هناك لوح شمسي وهناك تو سنسرز، واحد على التيار المنتج والآخر على الفولتية المنتجة.
والإشارة اللي يتم الحصول عليها من التو سنسرز تذهب إلى درايفينج سيجنال، حيث يتم باستخدام الالجوريثم المناسب تحديد موقع هذه النقطة، ومن ثم يتم تحديد قيمة الجهد الفولتية التي يجب أن يعمل عليها اللوح الشمسي للحصول على أقصى طاقة من هذا اللوح. الآن أهم تطبيقين للماكسيمم باور بوينت تراكر هو في الانفيرترز ومنظم الشحن. في الانفيرترز بشكل عام، المنظومات التي تربط متزامنة على الشبكة الوطنية، يتم استخدام الانفيرتر إليها بعدة طرق. أهم طريقتين يستخدم إليها الانفيرتر هو أن يتم استخدام سنترال انفيرتر. في منظومات السنترال انفيرتر يتم استخدام انفيرتر واحد لجميع المنظومة. المشكلة في هذا الانفيرتر هي أن كل صفوف الألواح الشمسية ستعمل بنفس قيمة الجهد الفولتية، وطبعا لا يمكن أن تكون قيمتها مساوية لقيمة الماكسيمم باور بوينت لكل من هذه الصفوف أو الخلايا، ومنها تنشئ لي مشكلة المس ماتش للماكسيمم باور بوينت للألواح والصفوف. وتزايد هذه المشكلة عندما تكون قسم من هذه الألواح أو الخلايا معرضة إلى شدة إشعاع مختلف بسبب الغيوم أو الظلال أو الأتربة أو الأوساخ، لذلك ستكون هناك عدوى نسبة فقدان في إنتاجية المنظومة. لكن سبب رغبة الناس في استخدام مثل هذه الأنواع من الانفيرتر أنه هو سهل ويمكن التعامل إياه بشكل مباشر. في النوع الثاني يتم استخدام انفيرتر لكل صف أو سترينج. طبعا هذا الوضع أحسن لأنه يمكن أن نقترب بشكل أكبر من قيمة الماكسيموم باور بوينت، لأن كل صف يمكن أن يعمل بقيمة ماكسيموم باور بوينت مختلفة عن الصف الآخر، وبالتالي ستتحسن الانتاجية بشكل واضح. المشكلة هنا أن مع زيادة عدد الصفوف ستزداد عدد الانفيرترز، وبالتالي إدارة هذه الانفيرترز وصيانتها ومتابعتها إضافة أن الكلفة ستكون أكبر لمثل هذه المنظومات. المكان الثاني اللي يتم استخدام الماكسيموم باور بوينت إليه بشكل واضح هو منظمات الشحن. فبالإضافة إلى دور منظم الشحن في تنظيم إدارة انتقال الطاقة من الألواح الشمسية إلى البطاريات وعدم رجوعها ليلا من البطاريات إلى الألواح الشمسية، فهو أيضا يعمل على استنباط أفضل قدرة ممكنة من اللوح. بشكل عام تقسم منظمات الشحن إلى نوعين. النوع الأول هو PWM، وهذا النوع ما له علاقة باختيار الماكسيموم باور بوينت. هذا يشتغل بحيث يكون الانبوت فولتج إله تساوي الاوتبوت من فولتج إله، والسبب انه الناس تستخدمه لانه رخيص وبسيط، وهو يستخدم عادة في المنظومات الصغيرة والبسيطة. ومنظم الشحن اللي يستخدم خاصية الماكسيموم باور بوينت، وهذا يكون هو الأكفأ والأكفأ على استنباط اعظم قدرة من اللوح الشمسي اثناء عمله، وبالتالي توفير قدرة شحن للبطاريات اكثر بكثير من منظم الشحن PWM، ولكنه اغلى بكثير. وطبعا مثل ما تشوفون هنا من المساحة اللي معروضة امامكم، المساحة باللون السمائي هي المساحة الاكبر، وبالتالي يتم الحصول على قدرة اكبر من القدرة اللي ينطيها المنظم الشحن البسيط. أتمنى تكون محاضرتي واضحة وبسيطة، وأي أسئلة واستفسارات تحبون تطرحوها أنا حاضر إجابة عليها من خلال قناتي على اليوتيوب أو صفحتي على الفيسبوك أو مراسلتي على إيميلي اللي ظاهر أمامك. أتمنى لكم يوم سعيد وشكراً.